شو يشري له؟ لا يشري لحد شيء، يشري كيفاش؟ حل كبوت أنا وسي أخويا هذايا مثلا يخدم معايا، هو زميلي في التاكسي ما فهمت، يخدم معايا قشار. أنا حل كبوت وعربوني تحتي واحد من غاديك وهم يدوروا قداش 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 يخدموا لي عربوني، بون إجرام هذايا فهمتي؟ تو نحن صناعيين ولاد سوق ونعرفوها الحكاية هذيا، نسوي قجرة، بون حل كبوت واحد مسكين يقول له اطلع خدم. مرة عملوها لها مرة أخرى مدام أنت في البطحة عندها عامين، قال لها مدام خدمي خدم مسلعة تخدم في الكهرباء الكبوت محلول باش يشوفوا الموتور اسمه حسب الموتور فهمتي، عمل لك حارة بالونات من هنا صبهم لها في بوشون موتور هذيك مسكر، جيت تخدم المرأة سي فما مرة أخرى غاديك في البراكة تاكسي أنا بالليل في البراكة هذه نتاع عملوها المسجلة في المرور الاثنين هنا وقفت نهبط في كورس هنا المرأة مدام مسكينة قالت لي عايش خويا مروح بين المرور راني بروفيسور في المنار نقري كل شيء بروف دو بروف قلت لها داكور حقي مدام قالت لي يا قبي خذ لي 2 كيلو شنو وما عندها ضايع فهمتي بدنا ناخذ 2 كيلو شنو كل شيء دخلت يدي جيبي مش نجبد 5000 ونخلص عمل لك ايه ضربني فهمتي تلفتني قال روحي مبتوخ لوطه فمي مكسر فهمتي ولا بركات لهنا فهمتي عملناه وسجلت عليه في المرجزين لهنا شكون بتشدي مش فهمتي كيفاش كسكيام معناها فما مشاكل معناها مشاكل كبيره رانا نعانوا منها مدام هذه وسائل معناها السيد الرئيس كرتاج وبورد وزاره الصناعه والتجاره معناها تقف لنا هنا على السوق درنا فوا هذيك يبيع في الكسكروت هذاك ريتي يبيع في الكسكروت في الرومبوا غادي كل شيء عنده 3 سنين تو محمد مسكين بورد ومرور تاع السيركيلاسيون شوفير روتير يعمل روتير تاع السيركيلاسيون مسكين هاك زميله مسكين توفى مسكين عمره 45 سنه تدخل قهوه كافيتيريا مدام اش يعمل؟ مش يحصل لك قهوه يحط لك تريبس تريبس ولا حاجه يحطك من هولندا جايبينها تشرب قهوتك ولا حاجه تدوخ تاع في الكياس عندك عام عياد مسكين تاكسي ما باعوا له قهوه في الورديه الرابعه مسكين بلا عمات مسكين اعطينا كلمه على السوق اعطينا كلمه على سويم نتاع الكراهب اللي قاعده تغلى وحتى في الشتاء ما نقصتش شنو هذيك كونكليزيون كامله ولا جينيرال ولا شنو احكي لي الاسوام نتاع الكراهب غاليين مازالوا بالنسبه للاسوام نتاع الكراهب عندنا تروا ما خدمناش ثلاث شهور بريسك شهرين ونص ما خدمناش السوق رجع الجمعه اللي فاتت دونك الجمعه اللي فاتت العباد كي تجي تعبه ما تشريش حتى فرغت بالمصروف توصى ومن ما غاديك وشهرين يصرف وقاعد وما يخدمش هذه حاجه انا نحكوها لك صحيح واحد ما واحد قال اثنين وانت هنا وجمع هذه تشوفي معناها كيف نساعدوا رواحنا نتلبدوا واش ما غاديك وشيء غالي معناها علاش شيء غالي؟ شيء غالي دونك الشهر اللي صرفوه شهرين المواطنين تالي زادوا غالي في الكره ولا مسكين معناها شيء يبيع براس ماله وشيء مخلي من كرهبته وشيء ظروف حكمت عليه كالي توسا ظروف نتاع صغار واحد ومدارس وتعليم مادام انت فهمت وبرشا معناها ظروف عايش معناها كل شيء وشيء ثم فور ثم انا عنده مثلا انت مشي غادي مثلا ربطها غادي تحت الشجره تلقى عنده 4 5 6 كراهب و16 شيفور و40 شيفور فهمتي وانا ما عندي شيء ندبر في كهرباء بدا 5 ب 3 ملايين معناها باش نبيعها انا ب 3 ملايين و200 3 ملايين و400 باش نقسمهم زوج من الناس معناها فهمتي كيفاش فاهم كارت غريز ب 200000 فاهم المعاينه ب 15000 وفاهم فهمتي التصليح تلقاه مثلا باش يصلح واحد شيء معناها تصور 300 400 هذا معناتها تصور 300 400 اختي معناها فهمتي ظروف مش باهيه فهمتي وثم ثم هنا ثم 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 شكيب شكيب انا مش شكيب مثلا ثم ثم هنا في السوق يدور كل شيء من غاديك مش هو يشري راهو نعم ماني بابير ما تخافش راك من غادي مش هو يشري راهو لا يشري لحد شيء يشري كيفاش حل كبوت انا وسي خويا هذايا مثلا يخدم معايا هو زميلي في التاكسي ما فهمت يخدم معايا قشار انا حل كبوت وعربوني تحتي واحد من غاديك وهم يدوروا قداش 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 يخدموا لي عربوني بون اجرام هذايا فهمتي فما المرة الأخرى فما المرة الأخرى غاديكا في البراكة تاكسي أنا بالليل في البراكة هذه نتاع عملاه المسجلة في المرور الاثنين هنا وقفت نهبط في كورس هنا المرأة مدام مسكينة قالت لي عايش خويا مروح بين المرور راني بروفيسور في المنار نقري كل شيء بروف دو بروف قلت لها داكور حقي مدام قالت لي يا قبي خذ لي 2 كيلو شنو وما عندها ضايع فهمتي بدنا ناخذ 2 كيلو شنو كل شيء دخلت يدي جيبي مش نجبد 5000 ونخلص عمل لك ايه ضربني فهمتي تلفتني قال روحي مبتوخ لوطه فمي مكسر فهمتي ولا بركات لهنا فهمتي عملناه وسجلت عليه في المرجزين لهنا مشيت طيب لمهيري السفراء جمع لفات كل شيء من غاديك الشيخ شدوه الشيخ شدوه هو كوندانية ما نعرفش عامل بينال واحد شيء من كوندانية بسبع سنين في وتير السفراء غاديك نتاع الفساد واحد قال لي خويا برا نبيع عريضه ضاي كل شيء من غاديك خلي بعثوا له فهمتي نوتيفيكاسيون اخرى معناها 14 ولا 20 سنه داكور قلت له فهمتي من على المشاكل به هذه عباد تجي من بعيد معناها اي داكور عباد تجي من بعيد لا سوريا نحكمك عباد تجي من بعيد يعلم بها ربي معناها فهمتي مدام يعلم بها ربي جاي من البير الحفي وجاي من بوزيد وجاي من القصرين وجاي من تجروين وجاي من وزرت يسوق ورتها مسكين ويبات هنا وكل شيء من غاديك ومن بعد ايش عملوا له من بعد جاب قول في سيد قول مرشد ياسي يبيع فيها
دارو يبدا اول مره وبريميرته ونحن صناعيين ولا سوق ونعرفوها الحكايه هذه سوق اجره. بون حل الكبوت واحد مسكين يقول اطلع خدم مراه عملوها لها مره اخرى مدام انت في البطحه عندها عامين قال لها مدام خدمي خدم مسلعه خدم الكهرباء الكبوت محلول باش يشوفوا الموتور اسمه حس الموتور فهمتي عملنا كي حاربوا لونات من هنا صبهم لها في بوشون موتور ما هذيك مسكر جيت تخدم المراه سي يا ولدي عمي قلت له هبت المراه ترى ايش عملت لك هبت ولد عمي قال لها بون هذه ومشوا خلوا كيروبا فيها شو هربوا كيربا فيك تاع سوق العصر وعلى روحهم خاتيني خاتيني شكون بتشدي مشي فهمت كيفاش كسكيا معناها شو فما مشاكل معناها مشاكل كبيره رانا نعانوا منها مدام هذه وسائل معناها السيد الرئيس كرتاج وبوردو وزاره الصناعه والتجاره معناها تقفلنا هنا على السوق درنا فوا هذيك يبيع في الكسكروت هذاك ريتي يبيع في الكسكروت في الرومبوا غادي كل شيء عنده ثلاث سنين تو محمد مسكين باردو مرور تاع سيركيلاسيون شوف الروتير يعمل روتير تاع سيركيلاسيون مسكين هاك الحال زميله مسكين توفى مسكين عمره 45 سنه يبيعوا له في العظم مسكين باعوا له العظم تاع برج شاكير هذيك تاع الواحد في شيء ثلاث سنين نقول له محمد ابعد يا محمد ابعد يا محمد هو ياكل مسكين خاطر يجي صباح سي محمد مرور مسكين في الرومبوا نعرف وانا كل شيء نقول له ابعد محمد ولاد ما شكلها الماكله هذيك كل جبن كل حاجه كل يقول جيب فطورك من دارك واش من هذيك نو ريغولات لي ما دام لعب لير اساسانات تدخل القهوه مثلا هنا وكل شيء ما يعرفوكش كاس كيفيه اش يعمل هذا تدخل قهوه كافيتيريا مدام اش يعمل مش يحصل لك قهوه يحط لك تريبس تريبس ولا حاجه يحط لك من هولندا جايبينها تشرب قهوه تقول حاجه يدوخ تاع في الكياس عندك عم عياد مسكين تاكسي ما باعوا له قهوه في الورديه الرابعه مسكين بلا عمات مسكين وقفوا كتبيه الكربه مازال عنده عرق يتنفس ربه فران لازم نضحك محمد هذه مشاكل لازم نضحك مشاكل في البلاد من فرير عشكرا ما ديك راهو سلامه المواطن وترونكوليتي وثقه وكونفيونس نخدموا مع بعضنا علاش علاش مومو عاد بان ما يعملوا شك عاد بان بن علي الله يرحمه ما يعمل شك ربي يفضل وربي ربي يا ربي يهنيه ربي يرحمه ربي يفضل وربي يفضل المريه بن علي ما عملش المال هكا كل شيء تعمل يشري لها شيء يشري كيفاش حل كبوت انا وشي خويا هذا مثلا يخدم معايا هو زميلي في التاكسي ما فهمت يخدم كاك يخدم معايا قشار انا نحل كبوت وعربوني تحتي واحد من غاديك وما يدوروا قداش 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 يخدموا لي عربوني بون اجرام هذايا فهمتي نحن صناعيين ولاد سوق ونعرفوها الحكايه هذه سوق اجره بون حل الكبوت واحد مسكين يقول اطلع خدم مراه عملوها لها مره اخرى مدام انت في البطحه عندها عامين قال لها مدام خدمي خدم مسلعه خدم الكهرباء الكبوت محلول باش يشوفوا الموتور اسمه حس الموتور فهمتي عملنا كي حاربوا لونات من هنا صبهم لها في بوشون موتور هذيك مسكر جيت تخدم المراه سي فما مره اخرى غاديك في البريكه تاكسي انا بالليل في البريكه هذه نتاع عملوها المسجله في المرج اثنين هنا وقفت نهبط في كورس انا المراه مدام مسكينه قالت لي عاش شويه مروح بين المروج راني بروفيسور في المنار نقري كل شيء بروف دو بروف قلت لها داكور حقي مدام قالت لي يا اخي بيا خذ 2 كيلو شنو ما عندها ضايع فهمتي بدنا ناخذ 2 كيلو شنو كل شيء دخلت يدي جيبي مش نجبد 5000 ونخلص عمل لك ايه ضربني فهمتي تلفتني قال روحي مبتوخ لوطه فمي مكسر فهمتي ولا بركاج لهنا فهمتي عملها وسجلت عليه في المرجزين لهنا شكون بتشدي مشي فهمتي كيفاش كسكيا معناها شو فما مشاكل معناها مشاكل كبيره رانا نعانوا منها مدام هذه وسائل معناها السيد الرئيس كرتاج وبوردو وزاره الصناعه والتجاره معناها تقفلنا هنا على السوق درنا فوا هذيك يبيع في الكسكروت هذاك ريتي يبيع في الكسكروت في الرومبوا غادي كل شيء عنده ثلاث سنين تو محمد مسكين باردو مرور تاع سيركيلاسيون شوف الروتير يعمل روتير تاع سيركيلاسيون مسكين هاك الحال زميله مسكين توفى مسكين عمره 45 سنه تدخل قهوه كافيتيريا مدام اش يعمل مش يحصل لك قهوه يحط لك تريبس تريبس ولا حاجه يحط لك من هولندا جايبينها تشرب قهوه تقول حاجه يدوخ تاع في الكياس عندك عم عياد مسكين تاكسي باعوا له قهوه في الورديه الرابعه مسكين بلا عمات مسكين